قمنا اليوم بافتتاح مركز أطلس بالتعاون مع بين جامعة خليفة وشركة أطلس الألمانية وتوازن شركة توازن في النظر لإنشاء مركز فريد من نوعه في المنطقة، يقوم بدراسة محروقات بديلة للغاز الطبيعي المستخدم اليوم في إنتاج الطاقة في معدات ذات الضغط العالي مثل التوربينات. فاليوم مثل ما شفنا في المختبر هناك علماء وأجهزة تم بنائها لدراسة الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأزرق، مادة الأمونيا كمحروقات لاستبدال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة. الغاز الطبيعي له انبعاثات كربونية عالية. الغرض من هذا المركز اليوم ندرس كفاءة المحروقات هذه مقارنة بالغاز الطبيعي، وأيضا الانبعاثات الغازات سواء كانت غازات سامة أو كربونية راح تنبعث من هذه المحروقات، ومدى قدرتنا في المستقبل لاستبدالها باستبدال الغاز الطبيعي بهذه الغازات. نتمنى من المركز أيضا راح تكون في مخرجات بحثية ذات مستوى عالي في العالم إن شاء الله، وأيضا براعات اختراع، وعندنا شراكات مع شركات مثل سيمنز وجنرال إلكتريك مصنعين لهذه التوربينات، في لأننا نبغى ننقل العمل الذي يعمل في المختبر للصناعات، ويتم تطبيق هذه إن شاء الله البراعات الاختراع في المستقبل في التوربينات المحدثة في المستقبل.